قبضة رجال الأمن. مواطن وعشرة مقيمين من الجنسية اليمنية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في السطو على مقار شركات والاستيلاء على خزائن أموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة. بلغت قيمة المسروقات 1,704,846 ريال. تم القبض. ثلاثة مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية داخل أحد المحال التجارية. تم القبض. مواطنان قاما بمشاجرة جماعية ضبط بحوزة أحدهما سلاح ناري. تم القبض. مواطن ومقيم من الجنسية السودانية قام بسرقة 3 مركبات واستخدامها في سرقة معدات وكيابل كهربائية من منازل تحت الإنشاء. تم القبض. 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيمان من الجنسيتين الفلسطينية واليمنية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والسطو على سكن عمالة ومحال تجارية وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية. تم القبض. مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية متغيب عن العمل قام بجمع الأموال وتهريبها إلى خارج المملكة وعثر بحوزته على 266,285 ريالا مجهولة المصدر. تم القبض.